كابتن، القوام الاساسي كله عندك من 2004 ولا في لعيبه متصعده؟ لا، القوام اساس 2004. احنا جينا في فتره صعدنا بعض اللعيبه من 2006 المميزين، زي يوسف اشرف، زي ابراهيم، زي حازم، نصرت، زياد، محمود، في بودي، هاني، جون، في مجموعه كويسه احنا صعدناهم شويه اتمرنوا معانا ياخدوا الخبرات، لكن مش كتير لان عدد اللعيبه عندي 25. فاحنا كنا بنطلعهم في فترات اللي هم الاولاد عندهم امتحانات، عندهم تجمع منتخب، في اصابات، فبعمل بس عشان التدريبات يعني. لكن في مباريات لعبوا مباراه وديه او اتنين، لكن ما لعبوش كتير، لكن في عناصر مبشره كويسه من 2006 هتخدم ان شاء الله المرتبط ان شاء الله 2004، وهتخدم ان شاء الله الدرجه الاولى باذن الله ان شاء الله.